أهلا بكم من جديد. كشفت تقارير إحصائية لوزارة العدل أن نسبة حالات الطلاق خلال العام الجاري بلغت نحو 3 أضعاف حالات الزواج، وأن مدينة جدة هي الأكثر طلاقا ما بين المدن السعودية، وتصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة المناطق السعودية الأكثر إصدارا لصكوك الطلاق، بينما جاءت مدينة جدة على رأس قائمة أكثر المدن السعودية إصدارا لإثباتات الطلاق بواقع 5306 إثباتات، تلتها مكة بواقع 2326 إثبات طلاق، ثم بعد ذلك الطائف ب 1459 إثبات طلاق. والمملكة يعني تعاني بشكل كبير من تنامي يعني وتزايد نسبة الطلاق بشكل كبير، اللي صارت معدلاته مرتفعة وصارت تشكل هاجس لدى الشارع السعودي. ولكم أن تعرفون نسبة الطلاق خلال العام الفائت 21.5% من الزواجات. حول هالموضوع معي مدير عام جمعية مودة لرعاية وتمكين الأسرة أستاذ محمد آل رضا. حياك الله أستاذ محمد. بداية، هالإحصاءات اللي طلعت وهالأرقام اللي تقول أنه الطلاق عندنا 3 أضعاف الزواج، أكيد أنها نسبة يعني بين قوسين مخيفة، إيش رأيك؟ حياك الله أستاذ خالد، أنا أشكرك على الاستضافة وأشكركم على إتاحة الفرصة لإلقاء ضوء حول هذا الموضوع. طبعا من الطبيعي أنه نحن حالات الطلاق في السنوات الأخيرة، خصوصا في 3 سنوات الأخيرة في المملكة، في نمو متزايد بنسبة 19% حسب آخر إحصائية، ونسبة إحصائيات الطلاق كانت حتى العام 1434 21.5% بالنسبة إلى حالات الزواج كما أسلفت. لكن ما رأينا من إحصائية مخيفة حقيقة تم نشرها في بعض وسائل الإعلام وبعض وسائل التواصل الاجتماعي، كانت مبالغة في طريقة احتسابها، خصوصا أنه لما عدنا لموقع وزارة العدل والمسؤول المباشر عن احتساب حالات الطلاق، وجدنا أنه آخر إحصائية كانت أصدرتها الوزارة في عام 1434 ولم تصدر أي إحصائية 35. وبعد دراسة يعني لهذا الأمر وجدنا أنه يعني حالات الزواج التي أعلن عنها وهي 11,000 حالة إلى نسبة 32,000 حالة طلاق. طبعا هذا رقم كارثي لأي مجتمع، شوف احنا رقم مخيف. اسمح لي استاذ خالد، اي بسمح لك بس بقول احنا بنطلع الانفوجرافيك معانا اللي فيها الاحصائيات، يعني احنا بنتكلم عن 11817 حاله زواج مقابل 33954، هذا يعني رقم كبير، فتفضل. نحن مشكلتنا في طريقه احتساب، كيف تم احتساب انه عندنا 11000 حاله زواج، بينما الثلاث سنوات الماضيه وحسب إحصائيات رسمية من وزارة العدل عندنا حالات الزواج سنويا معدل حالات الزواج 160,000 حالة، منها 14 إلى 16,000 حالة فقط في جدة. فبالتالي كان طريقة الاحتساب أعتقد أنها ما كانت طريقة صحيحة، كما أنه ما صدر تصريح رسمي، نحن بحاجة للتصريح رسمي بخصوص هذه الإحصائية من وزارة العدل. بالنسبة إلى احتساب حالات الطلاق في جميع الأحوال وليس قضية الزواج فقط، احتساب حالات الطلاق في جميع الأحوال هي مبالغ بها، وسبق أنه تواصلنا مع وزارة العدل وسبق أنه أيضا كذلك يعني اجتمعنا بهم وذكرنا هذا في الإعلام. نحن بحاجة لأنه نحن نحتسب طريقة حالات الطلاق سنويا بطريقة صحيحة. طيب لأنه يدخل حساب تراكمي سنويا في حالات الطلاق. طيب أنتم ما عندكم إحصائية طيب يعني حول عدد حالات الطلاق عندنا؟ والله أستاذ خالد، نحن بحاجة إلى شراكة أكبر مع وزارة العدل. نحن نطالب الآن بالإحصائية، صار لنا شهرين تقريبا من محكمة الأحوال الشخصية في جدة، وهناك في شراكة لنا مكاتب في المحاكم، ولكن في هناك تحفظ في الإعلان أنا خصوصا أنه لم ينتهي العام. نحن بحاجة لشراكة، عندنا 24 جمعية مختصة في رعاية الأسرة في المملكة بتقدم خدمات الإصلاح الأسري. لوحدنا نحن في جدة بنقدم خدمة لحوالي 2000 أسرة سنويا، 2000 قضية تأتينا من المحاكم، بنصلح ما يربو عن 80% في هذه القضايا ومن هذه القضايا. نحن بحاجة إلى شراكة بين الجمعيات رعاية الأسرة وبين وزارة العدل، بحاجة إلى شفافية أكبر
من قبل زملائنا في وزارة العدل بحاجة إلى مهنية أكبر في قضية احتساب أرقام حالات الطلاق دون التراكمية. هذه يا أستاذ خالد هذه الأرقام طيب بتحتسب فيها حالات طلاق اللي هو حالات طلاق المسيار وحالات الطلاق التراكم القضايا اللي بتستمر في المحاكم من سنتين إلى ثلاثة سنوات طيب بالإضافة إلى الطلاق عذرا على الإطالة حكم بالإضافة إلى الطلاق اللي بيحدث في 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 قبل في في فترة ما نسميها نحن الملكة قبل الدخول بالزوجة. طيب يعني هذا لما نرجع لموضوع الإحصائي ترى حنا كارثتنا الكبرى أنه ما عندنا دائما إحصائيات وأرقام دقيقة وهذه دائما ما نعاني منها. صحيح. ليش دائما عندنا أو عندنا حساسية في التعاطي مع بعض الأرقام؟ فأنا أتوقع أنه جزء مهم من علاج المشكلة ومعرفة حجمها الحقيقي وجود إحصاءات وأرقام دقيقة. فتعليقك. والله أنا أتفق معك أستاذ خالد، نحن جمعية المودة جزء من كل في 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 هذا الأمر. نحن بحاجة كجمعيات وكمؤسسات غير ربحية نخدم المجتمع في قضايا الأسرة سواء في التوعية أو في المساهمة في الحد من الطلاق وأثاره، بحاجة لأرقام واقعية وإحصائيات حقيقية. نحن بحاجة إلى تكامل بين وزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات العاملة في هذا المجال من أجل خدمة المجتمع بشكل، وزارة التخطيط أيضا كذلك. نحن بحاجة إلى خطة استراتيجية وطنية للأسرة. طيب بس نحن لا نملك في يعني لا نملك في المملكة خطة استراتيجية وطنية للأسرة، لا نملك رؤية واضحة للأسرة. وإذا استمرينا على أنه نسبة النمو فعلا يكون عندنا 19% حالات طلاق أو نمو متزايد في حالات الطلاق في المملكة فنحن سنصل لمرحلة كارثية في قضية تنمية المجتمع. الطلاق طيب. يا أستاذ خالد ليس مشكلته، بعض الأحيان الطلاق قد يكون حل، ما نبغى نقول أنه مشكلة بس أثاره في المجتمع بس أثاره في المجتمع كبيرة جديد جدا، أثاره إنمائية، أثاره زيادة في نسبة الفقر، زيادة في نسبة الجريمة. هناك دراسة تقول أنه 64% من الجرائم في المجتمع تحدث لأشخاص أصلا أبوائهم مطلقين، فزيادة في نسبة انحراف الأبناء أيضا طيب. كذلك. طيب خليني أسألك يعني بنسى الإحصائية اللي طلعت وكلامك أنت إنه نحتاج إحصائية أكثر دقة، بس خلينا نتكلم إنه حتى في يعني واقعنا عارفين أن نسبة الطلاق عندنا بشكل كبير قاعدة تتنامى. السؤال اللي بوجه لك يعني من خلال تخصصك أستاذ محمد، ليش قاعدة تتنامى عندنا نسب الطلاق؟ وين المشكلة تكمن؟ المشكلة تكمن في يعني في 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 عدة يعني عدة أسباب لهذه القضية. طبعا قضية الأسرة والحداثة في المجتمع سواء تكنولوجيا، وطبعا هذه قضايا كثير يعني داخلة في المجتمع أو مستجدة على المجتمع والمجتمعات العربية ليس المجتمع السعودي فقط. تسببت أو تتداخل في تسبيب مشكلة أو تسبب بمشكلة الطلاق. لكن نحن كيف، السؤال هو كيف نحن نقدر أن نتصدى لهذه القضية، كيف نحن نقدر نوعي. نحن بحاجة إلى تكامل يا أستاذ خالد. أنا أعلن من خلال منبرك هذا وأنا أتمنى أن تتبنوا هذا الأمر، التكامل في حل أو في رسم رؤية استراتيجية وطنية للأسرة ما بين وزارة العدل وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة التربية والتعليم اللي تربي النشء على احترام الأسرة. الآن بعض الدول يعني مثل اليابان، وسبق أنه يمكن تحدثنا عن هذا، قامت بعمل يعني قامت بوضع يعني ثقافة الأسرة أو ثقافة التعامل مع الأسرة أو ثقافة تحمل المسؤولية في الأسرة أو ثقافة الحوار في الأسرة في التعليم. بعض الدول الأخرى مثل ماليزيا تبنى مهاتير محمد، السيد مهاتير محمد عندما رأى نسبة حالات الطلاق وصلت إلى 32% في ماليزيا، وهذا مؤشر خطير جدا، تبنى حقيبة أو تبنى مشروع تدريب المقبلين والمقبلات على الزواج اللي أقر الآن مجلس الوزراء وعملت عليه وزارة الشؤون الاجتماعية مشكورة. ومن بكرة حنبدأ تدريب إلى ما نصل في هذا المشروع إلى ما نصل إلى التدريب الإلزامي بحقيبة موحدة من خلال الوزارة. يعني تبنى هذا المشروع إلزاميا لكل مقبل ومقبلة على الزواج، فقط يومين تعريفية بأحكام الزواج، بالحوار بين الزوجين، بكيفية حل المشاكل الأسرية، بكيفية تربية الأبناء، مفاهيم فقط.
ووصلت نسبة الطلاق من 32% استاذ خالد الى 7% فقط. يعني وهذه 7% نسبة لم تصل اليها اي دولة في العالم. انا واضح الموضوع، اتمنى الحقيقة انه يكون لكم جهود ان شاء الله مميزة في الموضوع، وانها تتعاضد وتتكاتف الجهات المعنيه سواء وزاره الشؤون الاجتماعيه ولا وزاره التربيه والتعليم ولا حتى وزاره العدل بوجود احصائيات دقيقه لموضوع الطلاق حتى نعرف وين المشكله، يعني حجم المشكله، ويمكن بعد ذلك وضع حلول لها. ولا نتوقع الحقيقه ان الحل يكمن بس في دوره تدريبيه تعطى للزوجه والزوجه المقبل للزواج. اتوقع الموضوع ابعد من ذلك بكثير، هي تربيه هي تنشئه. شكرا لك الأستاذ محمد الرضا، مدير عام جمعية مودة لرعاية وتمكين الأسرة. فاصل قصير، بعد الفاصل بنتكلم عن حقيقة قصة، يعني البعد الإنساني فيها غاب، طبيعي أنه يغيب لأنه حتى العقل غاب فيها، من خلال مدمن يضرب والدته ويحبسها لمدة يومين. خلوكم معنا.